فد مثل بسيط. مشروع مال دواجن اشترته احد الاحزاب بمليونين. حلو. مليونين. مليونين دينار؟ دولار. مليونين دولار. نعم. تدري بايش باعته على الدولة؟ 400 مليون. بمسدس على المدير العام حتى يشتري. هذه هاي الاحزاب. هذه الاحزاب. هي شلون اشترتها من الدولة وشلون تبيعها؟ هاي صور هذا اعطيك انا اشتري من الدولة. وبعدين تخلص حق اقول لك بيا وزارة ومنو واقعد حقق. ليش ما تقول يس؟ لا ما اقولها على هذا يعني. زين عفوينا الاسم عفوينا. عصابتيه. عصابتيه يعني خوف هو الموضوع. انا اوكي مقدر هذا الخوف بس بنفس الوقت هي بالديوانيه؟ يعني انت تعرف بعد شكلها عاد. قولي لنا شنو يعني خذ